الله فيها الله يخويها. خلاص يا حاج توكل على الله. ان شاء الله بتكون لك شقه. شقه اعطيني الاكسجين في جوا حدا. ما له وين فش عم يلا يا شباب يلا يوكان يوكان كم السلام عليكم. كان احنا كنا عاده لما كنا هنا في الغرفه انا بلبس في امي جرابين وانا قاعده هنا ما اسمعنا بنطلع هيك ما اسمعنا الا الفجر هنا ودخنا كتير. مسكت انا وامي وقفنا هنا ومسكت انا وامي. بعد ما مسكت طلعت برا امي قالت يمكن عند جيراننا عاده هذول اللي درجه يمكن عند جيراننا يمكن عند جيراننا. الحين طلعنا هنا طلعنا برا احنا طلعنا هيك رحنا قعدنا اجى دار اخويا من تحت اجى دار ابويا من الدار هادي قعدنا نتفرج من هنا عاد كل الدخنه والزوار وال وقعد الناس يجوا يجروا يلموا في الجتت يلموا في الناس عاد كلهم. واحنا نزلنا كلنا نزلنا خوفنا كمان دبه تصير ولا ينزل شضايا ولا ينزل اشي. نزلنا تحت ضلينا تحت والدار اللي بعد ما ضلينا برضه الدار الثانيه هذيك وقع علينا حجار يعني منها والسبس كان بده يطير مع انه من قوه. هان في جاره كانت ورا درج لنا هذول وهناك في واحده يعني منظر بشع كثير بخوف. يخاف يعني الواحد يقول انا بتمنى بقول يا رب اموت شهيده زي الاولاد. يعني بقول يا الله نفسي اموت شهيده. امي بتقول يو يو انت ليش بتتمني لحالك تموتي؟ والله الحين في الدار طلع كل الناس هناك كل الناس تمسك الجثث الظلم بضلش عايش يعني بضلش اليهود بضلهم ماشي خطوه يعني ممكن هيك يوم تيجي ماحي عليهم. صح. Yeah. Maybe can touch someone you really love. So that's why you have to be careful. Well, people know that there is no safety here. There is nowhere that they can really hide. At night, people are trying to keep safe in basements. But during the day, the bombs are hitting randomly. Just last night, a family lost 5 daughters when Israel attacked. What is the most important for you? In fact, the flash is much easier. I don't think really anyone knew quite how this would be. But I think, you know, you come here doing it for reasons that really matter to you. And because you have some sense that... He's 10 years old. They were just going to you know... Yeah, okay, no problem. يلا
This is coming to the city, of course. Yeah, I believe so. Mohammed, is that coming from the Navy? I believe so. Yes, 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 for sure, definitely, definitely. What's the Navy? Yeah, but what I don't understand is that we hear the sound coming out from the sea, but we don't hear the bomb coming into the city. So I have maybe a theory. Maybe they are trying to use like sonic bombs or something. Sonic, I don't know what sonic you call bombs, it. Sound bombs, I don't know. Sound I'm bombs? I'm just going to grab up from everyone 25 minutes of power and internet left. No, I'm sorry. I'm not near your building. I'm still at George's apartment. I wanted to ask you about those last explosions. Do you know what they were? Yes, it sounded like the port. But do you know where they landed? لا والله والله هاي ما عم بلاقي مسجد دعمة باقي واحد اول يوم احنا الجيش منتشر يعني من عشان القصف لابسين مدني يعني مخبين سلاحنا يعني من الطيران الزنانات هذول بقصفهم وبعدين احنا منتشرين عشان ما يصير سلاح وطخور يعني عشان ما يصيرش ضحايا بس اثنين يكون امن يعني هنا على المركز يعني والباقي كيف كله منتشر يعني الشباب منتشرين يعني كله لابس مدني بس مخفي يعني عشان ما يبينش للطيران إلا حمل مسدس إلا حمل كلاشينو بس ضابه يعني ومنتشرين الحمد لله الشباب بيشتغلوا Some people are trying, I mean some agencies, as you can see, they have all this kind of mixing and production equipment. They take it to a safer place because some people told me they have to leave. And I asked the man there if they can go back and take them, and they told me it's a big risk, so they don't want to go there and take back their equipment. And I think most of them are waiting here. There's Al-Jazeera, BBC, Al-Arabiya, many international and local and Arabian press agencies here in this building, mainly. هذا من عند الدعور هو راه على الشمال شافنا هبل اليهود الو عليكم السلام ايوه يا اخي تاوت في جوره 10 كنا يابا مره ضا فيش قصف كله دب المنطقه في اصاباته مش قادرين يخشهم الله يسهل عليك اليهود مش قادرين على المقاومه بدهم في الشغل فينا في الشعب في الشعب الحين اه قادرين نفتح الجوال طب دير بالك على امان معك الله اكبر انا كنت اطلع هذه باخذها معي ولا خليها لا خليها الله اكبر تعالى وانت مليون بقول لك خلينا نعمل له 3 ايام ما بحكي وانا مش انا 3 ايام منه 10 ايام سجل 5 ايام سجل عندك فايز العجرمي والمسعف محمد صلاح معك رقم هوياتهم وتديك رقم الاسعاف اذا استلمت نقدمني اجتماعات مع الصليب الأحمر صحيح الثلاثة الأولانيين كلهم